ku celceli inta aad nooshahay labadan kelimadood oo kaliya ama joogtay. Qisada run ahaanteeda waxay si toos ah oo tajruba ah oo markaasi aan ahayn wax la yiri haweeney 36 sano joogteynaysay waxay leedahay ay ku dhaaranaysaa waxaan noqday familka ama familada ugu taajirsan ubadkayga iyo caruurteydana waxay noqdeen mas-uuliyiinta ugu waaweyn waddanka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أسعد الله أوقاتكم بألف خير وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم ويرزقكم الله بفيض حسناته آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. ولا الكيغة ولا شيء مسلم الضحي مقالك دوك سوء قارو ربي سبحانه وتعالى هكا فرحيو فرحب آذن فلانين ميل آذن كفلانين إلهي فرحة كاسيو ريادة دي رجادة دي لا كورمي حاجة دي دنتا دي لا كوكو مراد كيغة لا كوسا أولاد لا كوب قبر يا الله كأنه أداه نيسان الله كسي أداه يسات الله كبرك مالك الله كبرك الله كزيادة أو حلال أحدو أداه نيسان الله كسي أداه يسات الله كبرك هذا المقالك الله يكسرتيد وتجعلاتيد وتسيقود بسيد سبحان الله سبحانه وتعالى رب بكبر يا إنه دم بيجا كودافو كم والدك كودافو كم والدين تو والدين تو كودافو إله سبحانه وتعالى ذي أي والدك جاي أنت عجاش جنة الفردوس إذا كو عزومه عمرك أي عافمتك كبرك يا وجهك افتين كأنه رب سبحانه وتعالى حنون هذا يمرق هذا يا دباتوين كي همومت الدنيا إلهي كان في ذو فرج دقدق الله كفر آمين عديد الله سبحانه وتعالى أجعشهين نبي جيسى جعل هذا وراها ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرك الله قاتل أها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا ليال صدو هذا بسم الله. قصة عجيب كامركة وحوين إذن كشكين إساء إذن كشكين آية كلمة أي أخرين إسانة وحلقية وإن هذا تن ليمية تن وابا ما وحلقية وإن يست لكن هذا يستيد قال لمن أخونا إساء إسكجر حوين إذن مركة وحي هايد يعني ولا سوء قرشة دي حاسبة هايد قريقة صدو هذا إذا إيان لدجي يدي صدو هذا إذا إيان مركة إسخلافي وغذا نولا وهي سادرتي إذا زوجك إذا واقحي قريقة لا أيو دجي مركة قريقة لا ودجي marka isagii yaani waa ka tagay oo yaani shaqadii iyo gurigii iyo meelahi uu ku mashquulay gurigii marka waxa la sheegay in ay markaasii maskuun u yahay guri yaani shayadin ay degan tahay dadku ay ka baqaan saadarteeda waxay u tagtay gurigaasi haweenay yaani waayeel ah oo daris raahay ee u tagtay waxay ku tiri halkay wareysatay waxaad ku tiraahdaa baqalin oo tawakkal ala allah waxa tiraahdaa bis kalimada bismillah labada kalimada bis bismillah halkay wana dad bismillah wax weyn may qabanaysa bismillah dadadid yani ajaaibta gabadhan ku dhaxaysa sheekadeeda ay dhameysanaysa dhigayso yani ayda uur ayay yeelatay oo uur ayaa ku soo baxay markaasba yani leen zoojkeed markuu dejiyay markii hore yani ayda gabadhan la guursaday marka uur ku soo baxay sadarteeda markay uurkiis ku aragtay ninkeedii wuxuu aaday safar macnaa markii horeba oo macallinnimo ah si uu u soo shaqeysto dowladahan lacagta leh khaliijka ayuu aaday markii uu shaqada ku maqnaa dagaal ayaa ka dhacay carabtii dadkii way kala qaxayeen oo qof kasta waa la soo celinayay laakiin iyada wax Ilaahay weydiisanaysay mar walba iyadoo kalimadii maamada waayelka u sheegtay bismillaah ay ku celinaysay mar walba ay joogteenaysay zoojkeedii muusan soo noqon oo yaani shaqadiisii uu iska sii haystay oo dagaalkii ma saameyn sidoo kale wiilna way dhashay wiil ayay dhashay oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyay يعني مركة نمعة إيو خير إيو برارة إيو بشبش أي كجرتي قفو مركة دعا ديدا مقبول أح إلايك أجيبها يا دعا ديدا لقا أجيبها أي نقطة حقيقة مركة يعني حير في عنا إيو قارتي قيسة دا مركة وحا كوادا أو أن مركة سي كوغو سوقاتي أنا قد نمو أقنا هاي قيمها أي كلمة دان لايدهاي كلمة دان بسم الله قيمها أي لايدهاي حقيقة لما أنت نوود أقنا هاي يعني وحان يعني حقيقة هدر ميسد أديغا دوات وأفك وكالي كرتها قف والبو ديه كرا لكن وحوال بقلبك يا حكومة يا وقو نبي الله سليمان عليه السلام ملكك يا بقرطوية إنو جبيو بلقيس عيدا كيدي بقرطوية ذي وحكوه لي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يعني نبي الله نوح عليه السلام حفيري نبي الله نوح عليه السلام مركي أو سفينة دي أما دونتي وينيت أو ديسي وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها يعني وحالو سعودسيي بسم الله نبي نوح عليه السلام ايا نوغوري مركا كلمه دن حدي اد كو علعليسو او حداد بيي عبيسيد حداد دقاقيسيد حدي اد وحركتيد حدا شر اركتو حداد خير اركتو حدي بسم الله
بسم الله بسم الله حدي عن تدع عنيس بركة إلهي كوكو دراي حدي دا هذه الكلمة دان فرب الكعبة إلهي من كل رسي ملك إيا بغرطو يا آذان فلانين أي ألا كسين أيا حدي أذيق آذان هلين أوبد كاقا إيا هليا فرحا قا إيا هليا لغي يابا إنا جوكتد مركة أي يعني هير كاسر جاريان بسم الله يعني هو مفتاح الدنيا مفتاح الكنز مفتاح دقدقاق الدنيا ضويان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله يعني كلمة وي كلير طاي لكن مقع الله اي وين اي كجرة اسم الله الأعظم هو الله يعني مقع شامل واي الله هو الله هو الرحمن الله الرحمن الله الرحيم الله الملك الله المقدوس الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار صدرت ذا ولال يعني سيدا هوين اذا صدن يا لحسن اي ودي صدن يا لحسن اي بسم الله دايسي يعني هذه عمري قادر دنده انت كو هرتي بسم الله بسم الله اي امر يعني ارين كاستوت كو دغاقيسيد يعني كور مرسي بسم الله ارين كاستوت كو فكريسيد كور مرسي بسم الله ان شاء الله تعالى يعني وحول بو يكو حقاقي دونان وحول بو يكو حقاقي دونان ترميان قبصنايا يعني نعم لا نعم لا وحيتهي يعني بدون عدد بدون عدد انت ودت سمي عدد 100 سمينا يا ها ترى ولا شيء كرا لكن ترى ورسولك كسو ارورتي ما صلى الله عليه وسلم لكن وترى عن طريق التجربه يعني تجابو لغو غوليستي او ايدت سميه وهذه اديغنا سميست او نيستت يعني حتى مرك بسم الله دايسد يعني حاجه هذه دنت هذا نيدك قبصنايسا وحد دعاء اما بسم الله هذه مرك دايسد وحال هذا ربيو وحاربه وحاني وحان كذب بسم الله بسم الله ربيو يسخر عمل يعني فسخر لي يا رب سخر لي بسم الله بسم الله بسم الله وقلبك يعني قلبك هذا ينيد هذا وحكجو حيكبوحه إن الله كوفض ذي حاجة داس أما دنتها سيلاي كوجارسي عجيب مالك حدبات ترى مجرتا أو عجيبة نعم ويجرتا يا ويجرتا وتضرب بغل سديتني لحجر ترى داس آخرين هدارتن بدون عدد يعني مش يعني معهن وح واجبة معهن وح صنعة معهن هتا يا لكن وحواي ووح لقول لي بعدين لقول لي عن طريق التجربة تجاوبك إمتي أبي كان هذا سميسد أو يعني مهم ده وحواي مرول بقى إخلاصك يعني إخلاص لله دعني ماذا أقطعي كلمة ده مركع ليس دعات مقطعي ما فهم سنتهي مرة ما يسنتهي مكوقان عسنتهي يعني أنت أصلاً all لكن ده لا دوا فيرنا كليه واسك فيرنا وحن وحلش الشيء قوي وفيرنا بعدين كنا ده حكوي لي هذا وح يقول نغنا وها بفيرنا وح مكون نغنايان waxna ma ku suurtagalay in aku khasaarta laga yaabo xitaa hadoo shaki ku galay in aku khasaarta laga yaabo oo dhibaato ka soo gal yaqiin baa loo baahan isla tiradaas 786 lixda yaani waxaad u isticmaali kartaa adoo bismillaah dhahaya in xusuustaada ilaahay ku adkeeyo xusuus fiican ay yeelatid yaani xusuus fiican waxa way inaad wax badan xifdin kartid wax badan xasuusin kartid walaa isticmaala marka muhiimadu waxay tahay inaad fahamto tiradu la tanfa'u wala tadur yaani waxna ku dhibimays waxna yaani kuma taris laakiin waxay ka dhigan tahay arinka inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad u deeso fatawakkal ala Allah Ilaahay tala saaro wax walba asiga ku sameeynaay kalimada bismillaahna waa deemaga Allah subhanahu wa ta'ala wax Ilaahay nagu adoonsaday weeyaan yaani marka aad qofka aad wacaysid boo Allah yaani qofka lama wacaysid Ilaahay baad wacaysa marka tirada waa muhiim inaad markaas sameysid laakiin yaani hadda iska dheeftid hadda sameysid muhiimadu waxa way qalbigaaga iyo yaqiintaada yaqiintaada tira ka badan ayaa sameyn karta ka yar ayaa sameyn karta aqbalaada iyo ijaabada Ilaahay u daa yaa waxa tirada rabbiyo adiga ayaan ku daayay انت موكلي ربي اديغا ان كو وكشي يا اديغا ارينكا ارينكيغا اديو غانتادا كو جيرا سارابتا كيل ربي مرادكيغا سانيغا ديكسان اي سماي بسم الله دنا كو حوجي والله ستر عجائب حدي سر ميله او ايمان ادو سميسيد عجائب يا دارك دونتا ايدينك الى سبحانه وتعالى فائده اسلا ايدا يعني واحد بدن يكون سبينيسا ما لا يكون سوجيديسا مرغدا الى سبحانه وتعالى كاغا بدنيا أمورتا يكو سخير ميسا حاجدا يكو قد ميسا لكن تان أغو ميسانا موقالك أنكو ساقادنا وحيهيد يعني دادك أغو تاجرسان أغن الناس إلهي وحاد يستوكو براكينا يا يعني أوبادك هاجا أما أذيقا با إلهي وحكسينا يا منزلة إيو رفيعة درجة سرة حل سرة شقد الود العسينا يا ما شاء الله يعني إلهي سبحانه وتعالى وكرامينا يا وحن الله سبحانه وتعالى ويدسنا ندمانتين ونون حريستو استودعكم الله الذي لا تدعو داعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.